ممتلكات السيد الرئيس، هادشي ممتلكات، عنده الخصوصية ديالو، عنده الأهمية ديالو، عنده القيمة ديالو. مايمكنش السيد الرئيس يطلق العنان لأعضاء المكتب يمشوا فين ما مشاو يتكلموا بأطروحة معينة، ونجيو في جداول الأعمال كدار تفويتات بطريقة أنا بالنسبة لي انتقائية، وتوما نتوما تكونوا متأكدين بأنه باغيين ديروا شي لقاء نضاتوا نذكروا فيه في هذا الشيء، وما باغيينش ديروا هذه عامين ونص، هذا الشيء يدعو إلى الريبة. العدد كاين تقريبا واحد أزيد من 100 نقطة، ولكن حوالي الثلث ديالها هي إلغاء وتعديل لمقررات سبق لهم خداوها في الدورات الأخيرة. علاش كيكونوا مضطرين باش يلغيوها وباش يعدلوها؟ لانهم نهار فاش كيجيبوها كيقول لك مستعجله والى اخره، ولكن كتكون غير مكتمله، من بعد كيتبين بانهم فيها اشكاليات وكيكونوا مضطرين يعاودوا. وهذا كي بطبيعه الحال كيضيع كيهدر الزمن التنموي تاع المدينه. كاين واحد الجزء باقي غيكون عندنا في الجلسه الثانيه كيتعلق بالتعمير، وهذا فيه واحد العدد ديال الملفات كتعلق بالنزعه الملكيه و يمكن تثمين بعض الممتلكات، وهذا امر احنا بالنسبه الينا دائما عندنا عليه مؤاخذات. اولا فيما يتعلق بتثمين الممتلكات، لحد الان كاين هناك امعان في رفض طرح هذا الموضوع للنقاش داخل المجلس. كيما نسمعوا لبعض المسؤولين كيتكلموا هنا وهناك، ولكن باش يجيبوا هذاك الكلام ديالهم يتناقش داخل الاجهزه ديال المجلس كيرفضوا، علاش الله اعلم. ثانيا في انتظار الحديث على ما يسمى باستراتيجية تثمين الممتلكات الجماعية، هما خدامين في كل دورة كيجيبوا لنا واحد الحزمة ديال الممتلكات الجماعية ديال التفويتات، اللي حنا كنعتبروا بأنها فيها عملية انتقائية، وكتكون فيها في بعض منها العديد منها الملفات غير مكتملة، وكيكون فيها يعني مخالفة حتى للقانون، بحيث كتكون مثلا عقار معين وفيه عدد من الرسوم العقاريه المجاوره كنجيو كنختاروا كنقولوا هذا اللي على من غنبيعوا، الوغ كو الامر يستدعي انه يدار دفتر تحملات وتكون منافسه ويكون اللي غيعطي افضل عرض هو اللي من غادي نفوتوا. فهمتي الموضوع ديال النزع الملكيه، الموضوع ديال النزع الملكيه اليوم كاين واحد الوتيره ديال التسريع ديال الرفع من عدد العقارات المراد ونزع ملكيتها، ولكن كاين اخلال بواحد الواجب ضروري كيخصو يكون. شناهو؟ هو توفير الاعتمادات الماليه اللازمه لتمويل هذا الشيء ديال النزع الملكيه. فاش كنسولهم على هذا الشيء كيقول لك ما كاينش. ايوا كيفاش؟ اكثر من ذلك انهم كيتاخذوا مقررات ديال النزع الملكيه اليوم وكيعطيو لحقهم انهم يتصرفوا في ذاك العقار مباشره بالشكل اللي كيجعل الجماعه كتوقع في اعتداء مادي، لانه الموضوع ديال النزع الملكيه ما كيعطيك الحق باش تولي تحق ديال التصرف الا من بعد ما تستكمل العدد من الخطوات كتوج بالحيازه ديال العقار، ديك الساعه كيولي عندك الحق في التصرف، وما كيديروش هذا الشيء. وبالتالي كاع داك الشيء اللي سماوه هما نزع ملكيه غيورط الجماعه في واقع وقائع ديال الاعتداءات الماديه اللي غيكلف المجالس المقبله مبالغ باهظه. فإذا هذا هو الملاحظة العامة باش ما ندخلوش التفاصيل، هو أن هذا برنامج جدول الأعمال ما عنده علاقة برنامج عمل مصادق عليه. معنيتها أنه هاد الناس اليوم كيشتغلوا وفق واحد الأجندة ماشي ديالهم، ماشي ديال المجلس، وأنهم النهار جابوا لنا برنامج العمل داروه يعني شكليا وصافي، ما كانش غيشكل خريطة الطريق. ثم واحد الجزء كبير مما يجري اليوم هو استكمال لأوراش كانت بدات في المجلس اللي فات بطبيعة الحال.